صالح، مرحبا يا صالح، مساء الخير. حياك الله مساء النور. مرحبا صالح، تفضل، من وين تكلمنا؟ حياك الله. والله يا اخي انا شفت الانفجار حق المحطه هذا. ايوه وبعدين صالح، من وين تكلمنا يا عم صالح؟ ايوه وبعدين يا صالح. نعم. تكلمنا من وين يا صالح؟ من مصر. من مصر؟ نعم. ايوه، وقت الانفجار انت كنت وين؟ انا في مصر. الله، شفته في هذا وسمعت تسليمات انها تقول انها محطه عشوائيه غير مصرح لها. عرفت؟ ايوه. وهذا يعني انا مستغرب، لان هنا في مصر في محطه غاز يعني في الشارع، بس يعني عليها رقابات ومتابعه و... عرفت يعني مضمنه. تمام. طيب يا سلام. تمام، سلمت. ايوه، هذا الذي شفته والذي يكلمك عنه، ولانه ما في شيء هناك متابعه لا من السلطات الامنيه ولا من البلديه المشرفه على الشوارع. تمام تمام يا عم صالح، واصل. حياك الله. طيب طيب، ايش المعالجات يا استاذ صالح؟ ايش المعالجات مثلا انت بوجهة نظرك، كيف نعالج هذا الموضوع؟ معالجة هذا الموضوع يكون بإشراف من السلطات الأمنية ومكتب تخطيط الشوارع. عرفت؟ سلمت. ايوه، يكون بإشراف ويكون متابعة على المحاط، يشرفوا على المحاط ويتفاقدوها يعني يكون مش هكذا من جاء صلح له في الشارع بين السكان بين البشر هكذا، ولا أحد عارف عنه حاجة السلطات. تمام تمام، ما يصير شيء. سلمت، وصل صوتك يا صالح، شكرا لك.